هنعمل سردين من الحاجات اللي ما عملناهاش قبل كده خالص. السردين انا كنت طالبه سردين صغنن بس هو ما جاش غير الوسط. هنا سمك سردين شايفين بيبقى لونه كده فضه وجميل جدا. هيبقى معانا فلفل احمر واخضر ومعانا كمان فلفل حراق احمر واخضر. معانا كزبره ناشفه وكمون فصوص ثوم كرفس وكمان معانا خضره. انا هقدم معاه بطاطس وجزر سوتيه. خلاص طيب هحط الاول البطاطس والجزر. هحط كده معلقه زيت. يعني انا بحب السوتيه يبقى بالزبده كانت سخنه قوي. كويس انا خدت بالي. طيب نتبل السردين عقبال ما الطاسه تبرد شويه. نجيب كده البايركس واحط فيه الارضيه فلفل اخضر كده واحمر كده اهو الطريقه دي. خلاص دي الارضيه بتاعتي وده طبعا بيتاكل وبيبقى طعمه حلو جدا. هجيب بقى الكبه وهفرم فيها التتبيله بقى عشان هحشي بيها السردين. انا شايفه ان الزيت كده بقى تمام. طيب احط الجزر اول حاجه. نعمل كده الثوم اهو. بصوا الجرش الكرانشي ده بيخليه ظريف قوي. مش عايزينه مفروم فرم ناعم، لا كده بيطلع ريحته ونكهته وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو قوي مع الجزر. خلاص طيب هنحط بقى رشه كزبره ناشفه كده ومعانا رشه كمون بالطريقة دي. خلاص اهو هحط رشة ملح ابيض ورشة فلفل اسود. تمام كده كده تتبيلت الجزر بقت جاهزة. هقلبه تقليبة. اول ما احس انه ابتدى يتحمر هحط له البطاطس على طول. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنا هنحط توم ممكن 5 فصوص توم كده حلوين اهم. خلاص هنحط الفلفل الاخضر زي ما انتوا عايزين بقى، حامي عايزينه بارد اللي انتوا عايزينه. خلاص هو هيبقى سبايسي شويه مش سبايسي قوي. هنحط الكزبره الكمون الملح والفلفل الاسود. النهارده الاكل بسيط جدا. تمام كده خلصت. بصوا بقت عامله ازاي شايفين؟ هو ده اللي احنا عايزينه من البهارات. ريحتها طالعه قوي. عايزين بقى ليمون خل وممكن نستخدم زيت زيتون وممكن نستخدم زيت عادي زي ما انتوا عايزين. خلاص يعني في الحالتين هيدينا نتيجة حلوة قوي. انا بس عايزة اشيل الجزر، حاسة ان هو كده ايه تمام. نحط مكانه البطاطس على طول. ليه؟ لان انا عايزة الجزر يبقى كرانشي شوية. لسه هيستوي تاني بس ايه، نحط البطاطس كده. دايما لما نيجي نقطع حلقات البطاطس زي ما احنا عاملين كده نسيبها في ميه. ليه؟ عشان من الحاجات اللي بتغمق على طول وبتبقى لونها مش لطيف. فطالما هنشتغل نحطها وننقعها في ميه مع رشه خل هتبقى حلوه جدا. رشه ملح بقى برده كده مع فلفل اسود معلقه زيت وهقلبها واسيبها بقى ايه. بطاطس من الحاجات اللي بتاخد وقت شويه بس عايزاها تتحمر الاول عشان تدينا لون حلو. طيب خلينا بقى في التتبيله بتاعتنا. هنعمل ايه بقى؟ ربع كوبايه ليمون، عصير ليمون، معلقه كبيره من خل ابيض او خل عنب او خل تفاح، اي نوع خل عندنا. عايزه اقول لكم ان خل التفاح فعلا من الحاجات اللي ما نستغناش عنها في البيت ودايما نجيبه على طول. الناس اللي بتقول لي احنا تخنانين ومش عايزين ندخل رمضان واحنا تخنانين، من الحاجات الحلوه قوي
مش بيخسس بس بيساعد ان بيعمل كده زي نحت للجسم طبيعي. معلقه الخل مع ميه دافيه على الريق الصبح، بس طبعا يعني ميه كده ربع كوبايه مع معلقه خل صغيره عشان التهابات المعده، ونخلي بالنا اللي عنده قرحه في المعده او التهابات ما يحطش الخل عشان يعني بتسبب حاجات مش لطيفه. خلاص طيب كده انا حطيت ليمون، انا حطيت زيت ولا مش فاكرين؟ ليمون، ليمون وخل وزيت. خلاص نحط بقى من التتبيله الجميله دي، ماشي اهو، ونخلي بالنا عشان هي هتبقى حراقه شويه، ونستخدم الجلافز واحنا جايين نعمل الوصفه دي، سواء عشان السمك كمان بيفضل ماسك في الايد، السردين ده مش بيروح بسهوله. هعمل كده خلاص، وهجيب السمكيه طبعا متنضفه كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، متقطعه كده، نقطع بمقص المطبخ وننضف كويس خلاص، ونحط كده، نعملها كده بقى، نعمل دي كمان اهو. بصوا الجمال، بصوا اللون الفضة ده، سبحان الله لونه جميل جميل جدا. هنحطه في الفرن، احلى حاجة فيه بقى ان هو ما بياخدش وقت خالص في السوا. هحطه كده في الفرن، هغطيه، وقبل ما اغطيه ربع ساعة، وبعد كده احط اشيل الغطا 5 دقايق عشان بس ايه يدينا كده وش لطيف. خلاص هنعمل ايه بقى؟ هجيب الكرفس مع الخضرة حبة كده، واقلب، ونحط كده على الطرف، ماشي، بالذات اللي فيه خضرة يعني نحطهم كده على الطرف. بصوا البطاطس هقلبها تقلبتين، واحط عليها حبه ميه صغيرين جدا، انا حاسه اصلا انها ممكن تتحط من دلوقتي ميه، حبه ميه صغيرين قوي. اول ما الميه تتشرب هقوم حاطه الجزر على طول، واحط حبه ميه صغيرين، وكده تبقى خلاص البطاطس استوت. الزبده هحطها في الاخر، اهم حاجه الميه تبقى مغليه عشان البطاطس ما تجلدش. بصوا، ونحط كده على الطرف، هحط لها بقى الزبده كده ومعاها الجزر بس، وهغطيها لحد ما الميه تتشرب. عايزه اقول لكم طعمه جدا، دي بقى من الحاجات اللي انا بحبها، ممكن كده اكلها زي ما هي. نعمل لها كده ارضيه من البقدونس، احط كده بطاطس والجزر بالطريقة الحلوة دي، كده رشت بس كزبرة كده بس، ممكن فلفل اسود بيديها طعم لطيف قوي. عايزة اقولك كمان ممكن فلفل اسود مجروش كده. السوتيه بتاعنا جاهز بتاع النهارده اللي عملناه بالبطاطس والجزر والثوم والزبده. ما تنسوش الطريقه، لو حابين تزودوا مكعب مرقه خضار بيطعمها برده لو انتوا حابين. السردين انا لسه مطلعاه حالا من الفرن حالا، واحنا بنطلعه هنعمل الحركه الفظيعه دي، بتخليه مزز وجميل قوي. خلاص نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.